السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة في قناتي، وأرحب بكم جميعا يا أصدقاء. بداية، فوائد القمح المحمص. بداية أعزائي، تعتبر حبوب القمح الكاملة مصدرا ممتازا للفيتامينات التي تنتمي لمجموعة بي، والتي تساعد على زيادة مستويات الطاقة في الجسم، وأيضا تساهم في تحسين وظائف الدماغ المختلفة مثل تقوية الذاكرة مثلا، والتي تساعد أيضا على زيادة معدل قوة الإدراك لديك. كما أن حبوب القمح تحتوي بنسبة كبيرة جدا على الكربوهيدرات التي تجعلها مصدرا ممتازا للطاقة التي يحتاجها جسم الإنسان لبذل الطاقة والمجهود المختلف. وأيضا تحتوي حبوب القمح على نسبة جيدة من الكالسيوم التي تساعد وتقي من هشاشة العظام، والتي أيضا تساعد وتساهم بشكل كبير جدا في منع تسوس الأسنان. فهذا الأمر يعتبر علاج وفائدة كبيرة جدا لهذا الأمر أصدقائي، فبالتالي من الممكن أيضا أن يساعد في علاج الشعر وتحسين البشرة بشكل كبير جدا. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.